السلام عليكم. راح نشرح بهذا الفيديو واحدة من طرق النيوميريكال سوليوشن لإيجاد حل لمعادلة متكونة من سنجل فاريبل. ونقصد به هذا الشيء يعني انه انت لو كانت عندك معادلة بهذا الشكل وانت تريد توجد الروتس لهذه المعادلة اللي تساوي بالصفر. طبعا احنا شرحنا في فيديو سابق طريقة البايسكشن ميثود، وقلنا احنا بصورة عامة الفكرة اللي نريد نوصلها انه تخيل انت عندك فت فاكشن، وهاي الفاكشن نريد نوجد، يعني لو نريد ان نشرح هاي البروبلم بشكل جرافيكالي نريد نوجد هاي الانترسكشن ما بين الاكس اكسس والداله مالتنا، ما بين الاكس اكسس والداله مالتنا اللي هي عندها تكون الداله صفر. فقلنا the equation may have unique solution او multiple solution، يعني قد تكون بها خلينا نقول نقطه واحده او يعني فقط مره واحده تتقاطع ويا الاكس اكسس، او مرتين او اكثر مره، او اصلا ماكو سوليوشن يعني ما تتقاطع هذه. فاحنا فور سمبل يعني قلنا المعادلات البسيطه احنا نقدر نوجد هذا الشيء بشكل اناليتيك، لكن من تصير المعادلات معقده كلش نحتاج طرق نيوميريكال. فاحنا شرحنا في فيديو سابق طريقه البايسكشن للي يحب يشوفها. اليوم راح نشرح طريقه ثانيه اللي هي الفيكست بوينت ميثود. الفيكست بوينت ميثود هي واحده من طرق الاوبن ميثود اللي تحاول توجد الروت لداله اللي هي الاف اوف اكس تساوي صفر. فكره هاي الطريقه ببساطه هي التالي، وانا اليوم راح اشرح بهذا الفيديو فقط البيسك كونسبت، يعني الموضوع اكبر من فقط هذا الفيديو، لكن انا حشرح فيه فقط البيسك كونسبت مال هذه الطريقه وشنو المشكله اللي قد تتعرض لها. فكره هاي المشكله انه انت لو كان عندك اوف اوف اكس لازم توجد، لازم تسوي ري رايت، تعيد كتابه الداله بهذا الشكل، انك توجد اكس واف اوف اكس او جي اوف اكس، يعني انك انت الان تحاول توجد فت قيمه لاكس تتساوى مع الداله ضمن هاي الاف اوف اكس فور سيتيبل اف اوف اكس which is called الايتريشن فانكشن، وهاي هي صحول الايتريشن فانكشن. It should be noted that for a given f of x there usually exists more than one iterative function. مرات انت تشوف ان الفانكشن مالتك الاف اوف اكس قد تكون لها اكثر من فورم، يعني ان تكون هاي الاكس يساوي جي اوف اكس، يعني قد تجد اكثر من iteration function وحده. وهنا هي المعضله بهاي الطريقه، انك شلون تجد الطريقه الاصليه او الطريقه الصحيحه اللي تساوي بها هذا الشكل ان الاكس تساوي جي اوف اكس او توجد هاي الايتريشن فانكشن. اذا لقيناها واتفقنا خلاص وقلنا هاي لقينا الجي اوف اكس، فراح نبدي من انيشال جيس ونظل نحسب السيكونس الى حد ما نوصل للكونفرجنس اللي هو تتساوي الاكس اوف اس ويا الجي، يعني خلينا نقول الاكس للان، وين انت وصلت باي ايتريشن للجي اوف اكس سب ان. خلينا ناخذ مثال ونشوف بالضبط هي شنو فكره هاي الطريقه. يجيك السؤال مثلا ويقول لك اوجد الروت مال هاي الايكويجن باستخدام الفيكست بوينت ميثود، الداله مالتنا هي اكس تربيع ناقص اكس ناقصا 1 تساوي صفر. الان راح نجي شنو نقول؟ انه هاي لو اخذناها وحللناها راح نعرف انه هي بيها جذرين، الجذر الاول اللي هو 1.618 والثاني اللي هو 0.618 بالناقص. فاول شيء احنا راح ناخذ هاي الداله. احنا شو نريد؟ احنا نريد نطلع اكس فالداله اوف اكس. فلو اجي باو على هاي الداله اقول واحده من الطرق اللي ممكن اسويها انه انا اطلع اكس تربيع وانقل كل شيء الى الطرف الاخر، يعني الناقص اكس والناقص واحد فيصير بالزائد. بعدين هاي بما انه هي اكس تربيع فاذا هي اكس في اكس، اخذ اكس واقسم على هاي الداله فصير اكس عباره عن اكس زائد واحد على اكس. والان انا صار عندي هذا الاكس وهاي عندي هي الاف اوف اكس. اقسم اكس على اكس فيصلح عندي اكس تساوي واحد، لان اكس على اكس واحد وواحد على اكس. لو اقارن هذه بالاكس جي اوف اكس راح اشوف انه اوكي عندي اكس هاي الاكس وما بعد اللي يساوي هو كله عباره عن جي اوف اكس، هي عباره عن داله تحتوي على اكس. اذا انا هسه لقيت هاي صيغه الفورم اللي هي الفيكست بوينت ميثود، انه انا لقيت الايتريتيف فانكشن، بس ما اعرف هل هاي راح توصل لي الكونفرجنس الوحده من ذني الروت او لا. تعالوا نسوي تيبل. تعالوا نسوي التيبل، طبعا هسه مثل ما قلنا بما انه قارنا هذا ويا هذا، فاذا تقارن هذا ويا هذا راح تشوف انه جي اوف اكس مالتك هي عباره عن 1 زائد اكس 1 على اكس. فراح نسوي تيبل وراح نسوي الايتريشن مالتنا. انت الان تقدر تبدي من اي رقم بكيفك، من اي انيشال جيس، ولكن انتبه لو تبدي من الصفر فواحد على صفر ما لا نهايه، فما يصير تبدي بالصفر او ما يصير تختار الصفر سوري. فمثلا انا اقول راح اختار واحد، فاذا احط هنا الاكس واحد فصير واحد على واحد واحد، واحد زائد واحد، اذا من احط الاكس واحد يطلع لي الجي اوف اكس اثنين. راح استخدم هاي الاثنين حتى احسب الجي اوف اكس الثانيه، فراح اجي احط الاثنين، واحد زائد واحد على اثنين اللي واحد على اثنين نص، وواحد زائد النص فراح يصير عندي واحد ونص. راح اخذ الواحد ونص
احطها هنا فاقول 1 زائد 1 على 1.5، لو تجيب حاسبة وتحسبها يعطي لك 1.66. لو تجي تباوع ده تصير انت قريب من هذا الروت. لو تجي تاخذ هذا ال 1.66 تخليه راح تشوف انت وصلت ال 1.6. لو تاخذ هذا ال 1.6 راح تشوف انت وصلت 1.25. لو تاخذ هاي ال 1.25 وتحطها هنا بهاي الجي اوف اكس راح تشوف ان الرقم راح يطلع لك 1.25، لو تاخذها يطلع لك 1.153، وراح تشوف انه مع استمرارية التكرار راح توصل للكوفيرجنس لهذا الروت. فاحنا الان اخذنا هاي الدالة، رجعنا كتابة صياغة كتابتها ري رايت بصيغة هذه، ما سوينا اي شيء، يعني عبارة عن انه بس رتبنا المعادلة من جديد. قلنا هاي اوكي هي عبارة عن اكس جي اوف اكس، اخذنا راندوم فاليو بدينا من الواحد، اخذنا الواحد عوضناه بهاي طلع لنا 2، اخذنا الاثنين حطيناه هنا كانما هو الاكس الجديده، حطينا الاكس الاثنين هنا طلعت لنا هذه، جبناه هنا كانما اكس جديده، حطيناها بالجي اوف اكس طلعت لنا هذه، وهكذا. هي هاي العمليه حتكون تكراريه بالحاسب من نسوي البرنامج مالتها الى حد ما توصل للكوفيرجنس. واحنا مثل ما قلنا الكوفيرجنس اللي تريده انت، سواء ايش قد عدد الديسيمال اللي تريده انت، مثلا خلينا نقول ايش قد اللي لو يرجع يتكرر ويبقى بحيث كانما نفسه، او تحدد انت مثلا انا اريد 5 iteration 6 iteration الى اخره. فهسه طلعنا واحد من الجذور. تعال هسه مثلا خلينا نصيغ هاي الداله بطريقه اخرى. هل ممكن نصيغها بطريقه اخرى؟ اي، ناخذ الاكس تربيع والواحد نحطه بهالطرف ونطلع الاكس هذه، فتكون اكس هي عباره عن تساوي اكس تربيع ناقص واحد. شنو المشكله؟ قارنها راح اشوف انه الاكس جي اوف اكس هاي الاكس وما بعد اللي يساوي كله جي اوف اكس، اذا الجي اوف اكس مالتك هي الاكس تربيع ناقص واحد. نرجع على التيبل مالتنا. الان انت تقدر تبدي من اي رقم، يعني حتى لو تبدي من واحد تبدي من صفر ما عندك اي مشكله، قول بديت من واحد، فواحد ناقص واحد هيطلع لك صفر. حط الصفر هنا راح يطلع لك ناقص واحد. اخذ الناقص واحد تربيع واحد، واحد ناقص واحد راح يطلع لك صفر. اخذ الصفر راح يطلع لك ناقص واحد، اخذ ناقص واحد يطلع لك صفر. فراح اشوف انه هاي الداله لو اختاريتها كجي اوف اكس راح اشوف انه انت راح تظل بلوب حلقه هي عباره عن ناقص واحد صفر ناقص واحد صفر. وحتى لو اخذت غير رقم، يعني بديت مو من الواحد بديت من الخمسه، راح اشوف راح توصل الى هذا اللوب تتوقف عنده. وهنا راح تكتشف انه هاي الجي اوف اكس او يعني ري رايت اعاده كتابه الداله مالتنا بهاي الصيغه ما راح تخدمنا. وهي هاي واحدة من يعني مصاعب او خلينا نقول صعوبة، هاي من المشاكل اللي موجودة بهذه الطريقة، انه مرات انت من تعيد صياغة الدالة بهذا الشكل راح تطلع لك دالة اوكي، بس من تجي تحط الاتريشن مالتها راح تقفل عندك، ما راح تطلع لك الكونفرجنس اللي انت تريده. فاذا احنا ما استفادينا شيء لو صغناها بهالطريقة هذه. راح نجي نفكر بعد بها مجال نطلع طريقة اخرى، يعني نطلع فانكشن جديدة. اوكي لو طلعنا الاكس عامل مشترك، فهنا ناخذ عامل مشترك حيبقى اكس ناقصا واحد ناقصا واحد. جينا بعدين ايش نسوي؟ هذا ننقله هالطرف وهذا يبقى، فيصير عندك واحد على اكس ناقص واحد. لو اجي اقارن ويا الاكس جي اوف اكس راح اشوف انه هذا هو الجي مالتي، يعني جي اوف اكس. اوكي اروح على التيبل مالتي. الان ايضا انتبه ما يصير تختار واحد، لان واحد ناقص واحد صفر، واحد على صفر ما لا نهايه، فما يصير تختار الواحد، اختار اي رقم اخر، قول بدينا من الصفر. وهذا الشيء الجست تبدي انت من اي رقم انت تريده، يعني احنا فقط للسهوله دا اختاراني. فالان واحد وهذا عندك صفر حيطلع لك ناقص واحد، اخذ الناقص واحد وناقص واحد راح يصير عندك ناقص اثنين، اخذ الناقص ناقص يعني ناقص اثنين واحد على ناقص اثنين فنص، اخذ النص حطه راح يطلع لك 0.666 بالناقص، اخذ هذا حطه بالجي اوف اكس راح يطلع لك ناقص 0.6، اخذه يطلع لك ناقص 0.625، اخذ راح اشوف 6.15 راح اشوف ان انت قاعد تتجه بالكوفيرجنس مالتك عن طريق هاي الداله الى هذا الروت. اذا شنو اللي سويناه؟ عدنا صياغه الداله، طلعنا داله جديده، هاي الاكس هاي الجي اوف اكس مالتنا حطيناها هنا، بدينا من الصفر اخذنا هذا الصفر حطيناه هنا مثلا واحد على صفر فيطلع لك ناقص واحد، اخذنا الناقص واحد وهو ناقص واحد فصار واحد على ناقص اثنين اللي هو ناقص نص، حطينا ناقص نص بعثنا واحد على 1.5 طلع لنا هذا، واستمرنا باللوب الى حد ما شفنا انه احنا دا نتجه باتجاه الروت الاخر. فكل اللي حاب اشرحه وحاب اوصله بهذا الفيديو انه طريقة الفيكس بوينت هي في كيفية اختيار الجي اوف اكس، شلون تعيد صياغة الدالة مالتك بحيث تطلع الاكس تساوي جي اوف اكس من الدالة مالتك.
مو دائما الدالة اللي راح تطلعها راح تخدمك، مرات هاي الدالة اللي انت تطلعها تبقيك مثلا بلوب مغلق فما تفيدك. طبعا اكو طرق موجودة تستفاد من عندها، يعني في انك انت هل يعني شلون تختبر هل هاي الدالة تفيد لو لا. انا ما راح اتطرق لها بهذا الفيديو، انا كل اللي حبيت اشرح البيسك كونسبت مال طريقة الفيكست بوينت وشلون نستفاد من عندها في حساب الروتس لسنجل فاريبل. شكرا جزيلا والتقيكم في فيديو اخر ان شاء الله.